خمس أسرار لتربية أطفال سعداء من قناة ساوند كيوب عندما يعشق الصوت. أرجو لكم رحلة سمعية ممتعة. المصدر تجدونه في صندوق الوصف. خمس أسرار لتربية أطفال سعداء. من أفضل الأشياء التي يمكن أن تحدث لك في الحياة هو أن يكون لديك طفولة سعيدة. إنها وقت خاص في حياة المرء، وقت للاكتشاف واللعب والتساؤل والتسلية في هذا العالم. أولاً، أعطيهم الوقت للعب. اللعب ينمي في الطفل التواصل مع اهتماماته والفرصة لتعلم الحديث والمناقشة واتباع القوانين، ويخلق جو من الألفة بينك وبين طفلك. ثانياً، كافئ طفلك على مجهوده. تشجيع الأطفال على مجهودهم وما حققوه من تقدم يزيد من ثقتهم بنفسهم ويحسن أدائهم، فتنشأ وينشأ معه طفولة سعيدة وعلاقة تربط بينك وبينه بمحبة. ثالثاً، حاول ألا تتدخل فيما يفعلونه أثناء اللعب. قد نعتقد أننا نساعد الطفل في اللعب باستكمال اللعبة، ولكن الأفضل أن ندع الطفل يستكمل لعبته بنفسه ويعلمنا طريقته الذكية الفطرية ونكافئه عليها. رابعاً، علمهم أن يستفيدوا من الفشل. إذا لم يبدع طفلك أو يفشل عدة مرات، هذا يعني أننا نعلم الطفل أن يستفيد من كل مرة حاول فيها، وهذا يعلمه أن يستفيد من الفشل ولا ييأس ويحاول مرة أخرى. وخامساً، أعطي طفلك حباً غير مشروط. الأطفال يصبحون أكثر سعادة عندما يشعرون أن آبائهم دائماً يحبونهم ويقفون بجانبهم، وليس بشرط إن فعل شيئاً ما فلذلك يحظى بالمحبة. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بهذه الرحلة السمعية من قناة ساوند كيوب هدى كربوج. أرجو أن تتركوا أثراً جميلاً مثلكم.